السلام عليكم. اليوم تعلمكم كيف تصنعوا جارور من ورق. سبق وشرحت لكم كيف تصنعوا علبة كبيرة مثل هيدي. تصميم الجارور بيشبه تصميم هالعلبة مع اختلاف بسيط بالثانيات عند البداية والنهاية. بس قبل ما بلش حابب فرجيكم شغلة طريفة بخصوص هالعلبة. عادة تصنع بورقة مستطيلة، بس إذا استخدمتوا ورقة مربعة بدل المستطيلة وطبقتوا تماما نفس المراحل تحصلوا على علبة أصغر بكتير لكن أمتن. هالعلبة طلبت ورقتين تتصير جامدة وصلبة مثل الكرتونة. باستخدام الورقة المربعة تحصلوا على علبة متينة بدون استخدام ورقتين. وعلى سيرة الورقتين بدي استغل هالحلقة فرجيكم كيف بستخدم ورقتين بلونين مختلفين لصنع العلب الجميلة والمتينة اللي عم تشوفوها. الجارور اللي بدي اصنعه بيلزمه ورقة مستطيلة. عندي ورقتين مستطيلين. بالنسبة للون الجارور لتحديده من الداخل بتحطوا الورقة اللي بدكم لونها يظهر من الداخل من فوق واللون الخارجي من تحت. اذا ببلش بتثبيت الاوراق مؤقتا بمرائط حتى ما ينزحوا عن بعض. ثبتهم بهالشكل بس مؤقتا حتى اتنيهم. اذا بلش بطوي الورقة على نفسها بهالشكل. بستخدم دايما وزن. بشيل الملاقط. برجع بفتح الورقة. برجع بطوي الأطراف للخط اللي بالوسط. بعدين بطوي الورقة على نفسها بهالشكل. هي هيدي الأوراق سميكة كوني عم حط ورقتين فوق بعض بتصير أسمك. برجع بفتحها وبطوي الأطراف للخط اللي بالوسط. برجع بتني الأطراف لحدود الخط اللي طالعين منه بالشكل هيدا. وبتني كل زاوية لحدود الخط الجانبي، الخط الجانبي اللي هون.
بعدين بتني لساني من الحد اللي طالع منه، من حد الزاوية من هون. وبعمل اللسان الآخر. وأخيرا بفتح الجرور وبحدد له زواياه ابتداء من الخطوط المرسومة. هذه الخطوط اللي هون، بحدد الزوايا بالشكل هيدا، وبعمل لمسات أخيرة بكوي بالوزن. من الضروري دايما لما تصنعوا علب ورقية تعملوا لها لمسات أخيرة، تملسوها وتجلسوها قدر الإمكان، حتضل أخذي نفس الكسرة لسنوات. بعمل كمان القاعدة وهون بجلسها بحاول قدر الإمكان خلي الأطراف جالسة. وهيك بحصل على جرور جميل جدا وكبير نسبيا. بورقتين وعندي نموذج صنعته مسبقا، وهيدي جوارير للجوارير، يعني بتنظموا فيها اغراضكم بتحطوها بالجرور او بتحطوا فيها اي شيء اخر، اي شيء اخر. هون حاطط ملصقات، ومن الضروري تنسق الالوان بشكل جميل حتى تطلع النتيجة حلوة. ومثل العادة بتحطوا كل أغراضكم المكتبية أو أي أغراض تانية بتحطوها وبتنظموها. كل شيء أغراض للمكتب. عندي هون كمان ملصقات بدل ما يكونوا مفرودين بالجرور كيف ما كان بتنظموه. مثلا هون عندي جرور خصوصي لأوراق التدوين، واحد تاني بتعملوه لقصص تانية، بتحطوا فيه كل أغراضكم الأخرى. بتمنى هالحلقة تكون عجبتكم. لمشاهدة المزيد اضغطوا الرابط أدناه أو فتشوا في اليوتيوب تحت إيهاب بلانت كلمة واحدة، وما تنسوا الاشتراك والشير. إلى اللقاء.